السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أيها الأحباب الكرام، يسعدنا أن نواصل وإياكم حلقة هذا اليوم والمتعلقة بالأحكام الفقهية الشرعية بصيام رمضان، لكن وقفة قصيرة. ونحن اليوم في فاتح ماي. فاتح ماي عادة كان هو العيد ديال الشغل، ديال الطبقة الشغيلة، ديال الطبقة العاملة. كتعتبر هذا الفاتح ماي اليوم حنا فيه الآن هو محطة أساسية للدفاع عن حقوق الشغيلة وعن حقوق العمال عبر العالم. كل دول العالم تتخذ هذا اليوم عطلة، وكانت هناك مسيرات وهناك تجمعات وهناك خطابات وهناك لافتات تحمل مطالب الطبقة الشغيلة. لكن فاتح ماي هذه السنة جاء بنكهة خاصة، نكهة أنه صادف شهر رمضان الأكرم، شهر المغفرة والرضوان، وتزامن مع جائحة كورونا. وطبعا لم يتم أي تجمعات ولا أي خطابات في أماكن عمومية، اللهم ما يسمى باللقاء الافتراضي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. وإحنا نستثمر هذه اللحظة ونبارك لكل الشغيلة المغربية في كل القطاعات، نبارك لهم عيدهم الأممي. الشغيلة في قطاع النسيج وفي قطاع الفلاحة وقطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع الأمن وقطاع القضاء وقطاعات تجارية مختلفة، قطاع الخدمات، قطاع التعليم، كل القطاعات نبارك لهم هذا العيد الأممي. ويبدو أن رؤيتنا للشغل وللتعويضات وللحقوق والواجبات ستتغير في زمن الكورونا. اليوم اللي كنتكلم عليه هو الواجب الوطني. اليوم كل واحد من الشغيلة هو بغي يضحي بما أوتي من أجل الحفاظ على سلامة وأمن جميع الوطن. اليوم الحمد لله لقينا الروح الوطنية تعلو عن المطالب الخاصة، رغم أن هناك أناس مضرورين، أناس عندهم وضعية صعبة، ومع ذلك الكل صابر باش مقسم الله تعالى. وإن شاء الله تعالى ستزول هذه الجائحة قريبا، وسوف يعطينا الكريم كرما شاملا، وديك الساعة في الخير. دابا الآن الصبر، الصبر ثم الصبر ثم المزيد من النضال ثم المزيد من التضامن والتكافل فيما بيننا، لأن الشغيلة عندها دائما واحد الدور ديال القيم الإيجابية. الوقت اللي كانت مظلومة والوقت اللي كانت كتشعر بأنها مهمشة راها كترفع صوتها وتطالب بحقوقها، الحقوق ديال الأساسية أولا، تقليص ساعة العمل والزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل. احنا الآن في زمن الكورونا الوضعية صارت بشكل آخر، وكنت أسفو لبعض المقاولات الصناعية اللي انتشرت فيها بعض الحالات والعدوى استشرت عند بعض المستخدمين والمستخدمات، فكان نجددوا لهم الدعوات باش ربي يحفظهم ويسترهم ودوز الجائحة بسلام في القريب العاجل. وإن شاء الله تعالى فاتح ماي المقبل إن شاء الله نبقوا في الحياة وربي يطول العمر ويبارك الله في الجهود، غتكون نكهة أخرى أجمل وأحسن، وغنقدر نعمة الله علينا. نعم الله علينا كثيرة لم نكن نقدرها، الخروج إلى الشارع العام، التجمهور، الاحتكاك فيما بيننا، هذه نعم كانت عندنا وكنا لا ننظر إليها. الإنسان كيشعر النعمة هي المال، المال والسلطة، هذا هو النعم والشهوة واللذة، ولكن هناك نعم كثيرة جدا كنا نرزح فيها ولا ننظر إليها. ربما ربنا سبحانه وتعالى
ابتلنا بهذا الوباء لكي يرفع الستار عن عيوننا عن نعم كثيرة وعظيمة فيما بيننا لا نكاد نراها، الآن صرنا نستشعر قيمتها ونستشعر دورها، ومن بينها التجمهور والخروج والحوار والخطابات الرسمية في فتح ماي والاستعراضات وغيرها. إن شاء الله تعالى هذه شدة وتزول. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.